السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل تغيير وتجديد لاي سليبر او شبشب عندك قديم ومقطع، هنعمله زي الجاهز اللي بنشوفه دلوقتي. الحاجات اللي نازله على الموضه دي هنعمله زيها ان شاء الله بالظبط. هقول لكم بدائل للحاجات اللي بنستخدمها وازاي نغير من شكل اي حاجه من الكوتشيات. احنا عملنا قبل كده مع بعض كوتشيات وتغيير شكلها بطريقه بسيطه وسهله جدا. النهارده هنعمل حاجه بقى صيفي وتكون شكلها شياكه كده. اول حاجه ده كان صابو او شبشب قديم، هبتدي طبعا انا غسلته، واول ما غسلته هو ده طبعا بالشكل ده. هشيل ديت، ممكن نستخدمها في اي حاجه تانية، وهفك بقى كل الحاجات اللي موجوده فيه دي. هو شكله طبعا صعب جدا. هبتدي بقى انضف الكلام ده كله وهيبقى عندي بالشكل ده. الكلام ده طبعا هقول لكم هنعمل فيه ايه، بس هفضي الكلام دوت وهنضف الجزء ده كده. انا هنا شلت الجزء اللي كان موجود ده كله، الحاجات اللي كانت في السليبر نفسه او الشبشب. مش مشكلة لو ما نضفش قوي، احنا كل ده هيتدرى معانا او مش هيكون باين. خلاص انا هنا عندي طبعا الاجزاء دي كلها مفتحة. هنعمل ايه؟ انا ممكن استخدم هنا الكلة، ودي بتبقى موجودة عند الموال، مش شرط الحجم اللي انا جايباه، في حجم اصغر من كده وبيبقى سعره حوالي 10 جنيه او 15، مش فاكرة بالظبط، بس بيبقى في منها حجم صغير. هي ريحتها صعبة جدا، هتقدري عليها تمام اشتغلي بيها، مش هتقدري عليها اشتغلي زي ما انا هعمل كده دلوقتي، هشتغل بمسدس الشمع وانا مجرباه قبل كده في الشغل دوت وبيثبت معانا كويس جدا. هبتدي بقى اقفل كل الاجزاء اللي موجودة عندي مفتحة دي. بس الاجزاء كلها اللي مفتحه فيه، طريقه سهله كده وسريعه. وهبتدي استخدم خيط القماش كده. انا قفلت كل الاجزاء اللي كانت في الجناب مفتحه، عملتها بالشمع، وطبعا هي هتنشف وتمسك معانا كويس. هنا عندي القماش بتاع الخيش، قماش الخيش دوت بيبقى موجود في العتبه، المتر منه ب20 جنيه. في منه الوان على فكره، مش شرط اللون اللي هو ده، تمام. الناس كتير سالتني عليه لما عملنا منه المفارش، هو موجود وموجود كتير يعني، يا اما في العتبة يا اما في المحلات الكبيرة اللي بتبيع الأقمشة هتلاقيه موجود. ممكن شكارة على فكرة تبقى تأدي نفس الغرض، تبقى برضو نفس الـ الكلام كده، شكارة رز، او يعني هتلاقيه عند العطار عموما. لو سألتيه على شكارة بالشكل ده هتلاقي عنده، وكمان بتبقى نفس الشكل بتاع قماش الخيش. مش عايزة تستخدمي القماش ده، ممكن تستخدمي الجينز على فكرة، حلو جدا في التغليف، وممكن تستخدمي كمان اللي هو قماش الجوخ، مفيش اي مشكلة، استخدمي اي خامة من القماش والحاجات اللي احنا قلناها دي. يعني ما تحكميش نفسك او تقعدي تدوري على القماش ده وما تلاقيهوش وما تعرفيش تعمليها، تمام. ادينا قلنا بدايل اهي اكتر من حاجة. هبتدي بقى اغلف كده الجزء ده، النعل ده كله كده هغلفه بالشكل ده، اظبط بس كده. انا عاملاها او قصة الجزء دوت كده اكبر كتير من الجزء بتاع السليبر، وهبتدي اشد عليها الجزء ده كده، او احط شمع الاول بالطريقة دي، وبعد كده هشد عليها القماشة كده. خلاص برضو يعني هشتغل كده براحتي خالص عشان اتأكد كويس جدا ان القماشة بتثبت معايا صح بالشكل ده كده، تمام. اهو كده وهغلفها كلها بنفس الطريقة، احط كده جزء جزء. خلي بالنا عشان الفتحات اللي موجودة في القماشة دي برضو بيبقى تعمل لسعات في الايد من الشمع. انا عمالة اتلسع اهو، بس انا خدت على كده، انت خلي بالك. حابة تستخدمي الكلة مفيش مشكلة،
تدي معانا نفس النتيجة، هتاخد وقت بس شوية على ما تنشف، وهي ريحتها فعلا بتتعبني جدا، عشان كده انا ما عملتش بيها، بس انا عارفة ان الشمع هو نفس النتيجة معايا. تمام اهو، هعمل بس الجزء اللي في النص ده كده الاول. كده انا غلفت كله بالشكل ده، كان ممكن اغلف الجزء اللي من فوق والجزء اللي هو من الجنب ده سيبه، لو انت عايزه تعملي كده تمام، بس عشان الشكل كله يبقى حلو هبتدي اغلف الجزء كله. هاجي بقى اشيل كل الزيادات دي بس براحة خالص، هخلي بالي ان انا هوصل لحد عند اخر الكعب كده وهشيل الزيادات دي. غلفت كله بالشكل ده، هجيب بواقي قماش، اي بواقي قماش كده عندك تكون شكلها حلو خلاص، وتبقى مشجرة سادة زي ما تحبي. دول حتتين انا عملتهم قد بعض للفردتين. تمام، لو عايزين مقاسهم بس يعني على حسب الشكل اللي انت عايزاه هنعمله خلاص، او برده على حسب الحجم بتاع الرجل، عشان الوسع احنا هندخل الرجل من هنا. هنسهل مع بعض الطريقة خالص على قد ما نقدر. هستخدم كمان قطعتين كده صغيرين، طبعا هي هناخد واحدة بس، دي كده تبقى الفردة دي نعملها مع بعض، وبرده دي حتة من قماش الجوخ، قماش الجوخ بس هنا عشان خاطر ان القماشة دي يعني طرية خالص، فمش هينفع، مش هتبقى مدية شكل العلبو اللي بيبقى في السليبر. تمام، هبتدي اتنيها كده بالشكل ده، برده الحجم او المقاس بتاعها زي ما تحبي. هعمل ايه، هبتدي هثبتها هنا كده بالشمع، عايزة طبقتين منها مش طبقة واحدة، فهثبت كده الجزء ده على ده. ممكن كمان نعمل طبقة كمان على فكرة، مفيش اي مشكلة، بس هي كده كفاية، مش عايزة اكتر من كده. وهاجي بقى عند القماشة خلاص، وهبتدي احط دي كده في النص، وهثبت عليها القماشة كده. مش هحط شمع في النص، لا انا هحط شمع ايه على الطرف كده عشان اثبت بس الطرفين بتاع القماش، فاهمين قصدي؟ يعني انا مش هحط شمع على الجزء ده، فاهميني؟ فانا هعمل بس كده كده اهو، وبرده الجزء ده هجيبه كده. طريقة سهلة جدا اهي، مفيهاش اي حاجة خلاص، وهقفلها كويس. نحط برضو الشمع، الشمع بيثبت على فكرة. وطبعا انا هنا استخدمت القماش اللي هو الجوخ، ممكن نحط فوم على فكرة يعلي معانا، بس الفوم مش هيستحمل لو جه عليه مية، فاستخدمت القماش الجوخ. ممكن لو القماشة نفسها واقفة يعني ثابتة كده وماسكة نفسها تمام هتبقى كويسة خلاص، المتر منه مش غالي برضو قماش الجوخ، متوفر وموجود. هبتدي بقى اعمل ايه، كده انا وصلت للشكل اللي انا عايزاه اهو، هثبتها هنا كده، بس طبعا هشيل الزيادات اللي موجودة في القماش خلاص اهي كده. بصوا شكله بقى تحفة، ولسه كمان احنا هنكمل فيه شغل تاني، اصلا هشيل الزيادات دي مش عايزاها بالشكل ده، يعني الحاجات الزيادة وهتبقى باينة في الشغل اللي بنعمله ونشيلها كده اهو. تمام، عملنا افكار كتير جدا مع بعض لإعادة تدوير الشوزات الصغيرة والكبيرة، كوتشي عملنا بأكتر من طريقة، كمان تقدري تشوفيهم هتلاقيهم على القناة، هيعجبوكي جدا جدا، وطريقتهم سهلة، والخامات اللي استخدمناها متوفرة. هبتدي كده اثبت، يعني احط شمع بكمية وفير عشان خاطر يمسك معايا، ما تلاقيش برضو هيثبت كويس جدا خلاص. وهبتدي اثبته كده في الجنب هنا، بصي كده، والجنب التاني نفس الموضوع
خلاص ايوه كده الطول اللي انا عايزاه او المقاس اللي انا عايزاه كده تمام. هجيب حتة مستطيلة كده من القماش وهبتدي اقلبها على الظهر، هثبت بس كده الشمع عشان اقفلها. ممكن كمان نستخدم الابرة والخيط عشان نقفلها كده، بس انا عشان استخدمت الشمع بقى من بداية الفيديو فهنكمل بنفس الطريقة. هبتدي اقفل كده القماشة من الجنب على بعض وهقفل برضو الجزء ده وهقفل من هنا، هسيب بس جزء صغير هو اللي مفتوح عشان اقدر اقلب منه القماشة. بالشكل ده هبتدي اثبتها. وكده قلبتها، هبتدي بقى اثبت برضو الجزء اللي مفتوح ده على نفس يعني الشكل. هعمل حتة من الشمع واثبتها لجوه الشكل ده كده. هبتدي بقى اجي هنا كده وهعمل كشكشة بالشكل ده كده عشان تديني شكل الفيونكة. خلاص هحط نقطة شمع هنا كده في النص في الأول، هرجع سنة كده لورا تمام. هتبقى بالشكل ده. هجيب قطعة كده من القماش الصغيرة كده خالص وهعملها زي ماسكة كده للفيونكة بالشكل ده في النص يعني تمام. هثبتها بقى عشان يكون شكلها كده حلو ومظبوط. هيبقى شكلها كده. هبتدي بقى اثبتها بالشمع برضو، هثبتها في نص السليبر كده بس. ده كده شكله. لو فاكرين بقى طبعا شكله في اول الفيديو كان عامل ازاي، طبعا كان شكله وحش جدا وما كانش بيتلبس وكان دايب. ادينا غيرنا من حاجة كنا هنرميها، عملنا فكرة حلوة وسهلة جدا وعملية وبسيطة، وطبعا كأنك اشتريتي حاجة جديدة. بس كده ده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم.